قوية جدا من دليل الشبكة. اليوم مضبطينكم مع معارض دليل الشبكة، عندهم عروض مغرية جدا، أنا شفتها قبل ما أتكلم عشان كذا أقول لكم فعلا قوية وحلوة وما في غيرها أتوقع. دليل الشبكة عندهم فرع في قدام عمارة المعجو في الدمام، وفرع في مجمع حياة بلادة بوابة 13. نبدأ بالعروض المذهلة من دليل الشبكة. العرض الأول أخوي خالد، طبعا عندنا هنا جهاز التعقيم المتكامل للشحن اللاسلكي، طبعا يعقم لك الجهاز في نفس الوقت الساعة والسماعة، وفي نفس الوقت يشحن طبعا بقوة 10 واط للجهاز و5 واط للسماعة و5 و10 واط للساعة. كم سعره؟ هذا سعره 299. 299 وهذا نفس الشيء بعد؟ هذا برضو نفس الشيء، اللي هو برضو شاحن الجهاز التعقيم شاحن وفي نفس الوقت شاحن وايرلس، هذا حيكون سعره 149. كذا شامل الضريبة الأسعار؟ شامل الضريبة. ممتاز. والشحن لجميع المدن؟ جميع عن طريق الموقع في شحن لجميع المدن. ترفعون الشاشة، تحملون تطبيقهم وتشوفون العروض، تطلبون اللي يناسبكم. اللي بيشتري ايفون يصبر شوي يشوف أسعار الايفون عندهم والعروض اللي عليها. العرض الثاني أخي خالد، هذا الايفون ال 11 128 جيجا مع اللي هو بطارية الجي رام ال 20000. أيوة. وأيضا باكج دليل اللي يكون متوفر فيه كفر الحماية وأيضا الحماية الأمامية النانو وحماية الكاميرا. حلو. العرض هذا أشوف قلت لي إن الألوان متوفرة. كل الألوان متوفرة. طيب كم؟ هذا سعره 2999. 2999 ريال باكج، هذا شامل الضريبة. متوفر في معارضهم في قدام المعجل في الدمام وفي حياة بلاد بوابة 13. طيب خلونا نشوف العرض الثالث اللي فيه آيفون 11 برو ماكس 256 جيجا. تفضل خالد. طبعا هذا العرض اللي هو الايفون 11 برو ماكس زي ما ذكرت 256 جيجا مع بطارية 10000 من شركة جيرون، وايضا حماية دليل اللي هي كفر الحماية وحماية النانو وايضا حماية الكاميرا. حلو. كم العرض هذا؟ هذا سعره 4699. 4699 ريال شامل الضريبة. خذوا جولة، استفسروا، اسألوا وقارنوا، بعدين تعالوا هنا دليل الشبكة. نيجي للحماية، العرض الرابع. طبعا عندنا هنا حماية الفي ماكس اللي هو الباكج الكامل اللي هو 5 في 1. طبعا من شركة الفي ماكس اليابانية. عندنا حيكون أولا حماية أمامية للشاشة وأيضا حماية الكاميرا. تمام. وتغليف حراري للجهاز. أوكي. وأيضا الكفر الحماية اللي هو ضد الصدمات، المسك الخلفية تبع الجهاز. هذا سعره سابقا 149 وحاليا على سعره 99 ريال. عرض الحماية 5 في 1. شوف الجهاز هذا ركب عليه الحماية، الحين بيرمي. يلا بسم الله خلنا نشوفه. شوف في مشخ، في كسر، في شيء. نشوف زي الحلاوة. بالنسبة للعرض هذا أهل النعيرية، أهل النعيرية ترى متوفر العرض الحماية هذا في محل الفيصل. واللي في الخبر متوفر عرض الحماية هذا 99 ريال فقط 5 في 1 في محل شبكات الخبر في شارع الملك فهد. نيجي للعرض الخامس من دليل الشبكة، أو أقدر أسميه العرض الضخم، العرض العائلي، عرض الشباب. تفضل يا خالد. طبعا حيكون عندنا اللي هو 4 قطع اللي هو من شاحن قوي لآيفون ضد القطع متر ونص، وأيضا شاحن لوكس 10000، وأيضا أيوة. الكابل متر لآيفون. يا سلام. وأيضا منتج كيمبا اللي هو حتكون 4 مداخل يو اس بي الشحن السريع، والخامس التايب سي. حلو. ومعها الشنطة. والشنطة من قوي. أطربني هذا كله بكم؟ هذا سعره 419. 419 متوفر في معارض دليل الشبكة. ولو ترفعون الشاشة تصمم على التطبيق، التطبيق فيه عروض المتجددة دائما. العرض السادس من دليل الشبكة، طبعا عندنا اللي هو الباور بانك 10200، وأيضا عندك 3 شواحن ضد القطع من شركة قوي، وأيضا عندنا الشاحن الوايرلس، وأيضا شنطة قوي. كم هالباكيج؟ هذا سعره 299 ريال شامل الضريبة. نجي للعرض السابع، هذا حيكون برضو أيضا 4 كيابل، 4 كيابل و10000 10000 شاحن و20000 شاحن ب20000.
كم هالباكيج؟ هذا حيكون سعره 299 ريال. العرض الثامن تقريبا هذا العرض الأخير فركزوا معي فيه بعد. هذه تنتين من بطاريات 20,000. بطاريتين 20,000. وأيضا الفيش الجداري اللي هو من شركة قوي. وأيضا سماعة بلوتوث. فيش. فيش جداري مع سماعة بلوتوث. ممتاز. أيوة. وأيضا كيبلين ضد القطع تبع الآيفون. أوكي كم هذه؟ هذا سعره 399. 399 ريال شامل الضريبة. العرض الثامن تقريبا هذا العرض الأخير فركزوا معي فيه بعد. تنتين من بطاريات 20,000. بطاريتين 20,000. وأيضا الفيش الجداري اللي هو من شركة قوي. وأيضا سماعة بلوتوث. فيش جداري مع سماعة بلوتوث. ممتاز. أيوة. وأيضا كيبلين ضد القطع تبع الآيفون. أوكي كم هذه؟ هذا سعره 399. 399 ريال شامل الضريبة. متوفر مجموعة من التابات والأيبادات في معارض دليل الشبكة اللي تحتاجونها للطلاب والطالبات في منصة مدرستي في تشكيلة متنوعة متوفرة عندهم. العروض عليها عروض لكن في سناب شات تبع وحط السناب كود في السناب الجاي وشوفوا عروض التابات عندهم. طبعا متوفرة في معارض دليل الشبكة جميع الأجهزة سامسونج الهواوي آيفونات. هنا بعد متوفر عندهم السماعات الوصلات عندهم الحمايات متوفرة بعد من وجه واحد من شركة نفس الشركة شركة في ماكس. هنا عندنا شواحن بعد من شركات أخرى متوفرة في المعرض. الشواحن هنا من شركة زندور. الابليكيشن تبع دليل الشبكة لو ترفعون الشاشة تدخلون عليه في عروض متنوعة متجددة. شحن لجميع أنحاء المملكة متوفر. عندهم المنتج هذا اللي يحبون لعبة الببجي. طبعا هذه هي طبعا متوافقة مع جميع الأجهزة الأندرويد أو الآي أو إس. طبعا حتكون تحتوي على 4 أزرار تحكم تقدر من خلالها أنك تضبط اللعبة زي ما تناسبك. حتكون استخدامها لمدة 40 ساعة. بعد ما يشحنها 40 ساعة. 40 ساعة. وهذه عليها عرض سعرها 85 ريال. أخذنا عرض آيفون 11 برو ماكس كأول زبون في دليل الشبكة.